بمناسبة الكلام على الإصابات، عايزة أقول لحضراتكم أنه مفيش أي تأكيد أو أي حاجة عن خبر وليد سليمان وإصابته بفيروس كورونا. في مسحة جديدة، كل اللي بنقول لحضراتكم في مسحة جديدة هتتعامل النهاردة لوليد سليمان، وهي دي اللي هيكون فيها تأكيد إصابة اللاعب من عدمه. طبعا بنتمنى السلامة والشفاء لكل اللاعبين وكل المصابين، وعايزة كمان أكد على حضراتكم أن كل الإجراءات الاحترازية في معسكر النادي الأهلي قبل المباراة على أكمل وجه، كل لاعب في غرفته وفي يعني إجراءات احترازية على أكمل وجه.